السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أحبابنا في الله، يعني ربنا يبارك فيكم جميعا وربنا ينجي مصر من الفتن اللي أصبحت بتموج فيها يعني موجا عظيما وشديدا. أبدأ بحدث يعني أيام الحرب العالمية الثانية، بديع الزمان النوراسي رحمه الله، وهو من المصلحين الدينيين في تركيا الوقت، قادة التنمية والنهضة في تركيا، تلامذته وتلامذته. بديع الزمان النوراسي أيام الحرب العالمية الثانية اللي قاعد يتكلم عن ربنا ويتكلم عن الدار الاخره ويتكلم عن الدين ويتكلم عن القران، فقالوا له انت بتتكلم عن الدين وبتتكلم عن الاخره والحرب العالميه الثانيه قايمه، هو ايه في الدنيا اهم من الحرب العالميه الثانيه؟ قال لهم يوم القيامه اهم من الحرب العالميه الثانيه. الراجل ده ما كانتش دروشه يا اخوانا، الراجل ده قاضه التنميه في تركيا الوقت، تلامذته قاضه النهضه الدنيويه، مش قضيه بس النهضه الدينيه في تركيا، تلامذته يعني فكر الدار الاخره ما ينفعش ان احنا نسيبه مهما كانت الاحداث طاغيه، مهما كانت الفتن طاغيه. في البدايه طبعا تعازي لأهالي من مات من الشباب، يعني نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل من مات من موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني بنعرب عن أسفنا الشديد جدا لهذه المذبحة اللي بتفكرنا بموقعة الجمل مرة تانية. ويعني على جانب آخر بقى بنهني يعني إخواننا بنجاة الشيخ أمين الأنصاري، يعني هو راجع برضو من درس من الدروس امبارح، ويعني اتضرب عليه نار والإزاز بتاع العربية القدماني اتكسر، ولكن سبحان الله العظيم يعني ربنا نجاه بفضل الله ومنه وكرمه ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا، ذلك من فضل الله علينا. اخواني في الله، يعني الازمه اللي بتحصل في مصر دلوقتي يا اخوانا، يعني الناس بتقول لك الفلول يا اخوانا، الفلول ما عندوش فلول، الفلول عادوا تنظيم منظم، تنظيم ضخم، تنظيم رتبوا نفسهم ما بين امن دوله وما بين رجال اعمال وما بين قيادات جوه اجهزه الدوله الخطيره والحساسه وما بين الناس اللي جوه السجون دلوقتي، تنظيم قادر ان هو يعمل اخطر ما يستطيع اي انسان ان هو يصفه، والناس دي مفيش حد بيرد عليها. طيب القصاص مين اللي هيقتص من مين يا اخوانا؟ حدش يقدر من اللي بره يقتص من حد من اللي جوه، وانتوا فاهمين كده كويس جدا، لان كل واحد ايده في بق التاني، اللي هيجي يتكلم التاني هيعضله ايده، يعني اللي هيجي يتكلم ويحاكم حد هيطلع ورق وهيطلع حاجات محدش من مصلحته ابدا، يعني منهم كلهم مع بعض كده ان الكلام ده يطلع، فمين اللي هيقتص من مين؟ الحل بقى يا اما البرلمان بتاعنا يعني اللي احنا وافقنا فيه وادينا له صوتنا يقف وقفه اجد من الوقفه اللي هو واقفها ديت، ويقف وقفه اقوى من الوقفه اللي هو واقفها ديت. يعني نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غيره، برلمان او غيره او كراسي او مناصب او غيره، اذلنا الله. ونحن قوم اسعدنا الله بالاسلام، فان ابتغينا السعاده في غيره اتعسنا الله. ونحن قوم رفعنا الله بالاسلام، فان ابتغينا الرفعه في غيره خفضنا الله. ونحن قوم اغنانا الله بالاسلام، فإن ابتغينا الغنى في غيره أفقرنا الله. دي قوانين لازم تكون يقين ومسلمات عندنا، الدين والإسلام يا إخوانا، يعني ومهما كان الحدث كبير لازم نتناوله تناول سليم. الأمل الوقت يا إما البرلمان يا إما بقى يعني رماة أحد لما شافوا غنائم 3000 مشرك بيهربوا وسايبين الغنائم نزلوا من على الجبل، الغنيمة الغنيمة. للأسف أنا شايف ناس نازلة من على الجبل وبتقول البرلمان البرلمان. يا إخوانا أجهزة الدولة الوقت فيها كمية فساد خطير. مبارك كان مربي عظيم فعلا، واضح من مذبحة الغريبة اللي في خلال نص ساعة قتلوا 80 واحد، ده ايه ده؟ الناس دي بتقتل ايه؟ ويشدوا الجاجولر، يشدوا الشولان السباتي ده بتاع الرقبة ده، يعني ده معناه انهم قتلوا محترفين، يعني طيب واللي عرفوا يلموا البلطجية كده، يعني البلطجية دول بيتلموا، يعني طب ما بصفارة بيتلموا كده، طب ما نلمهم ونسجنهم، طب ما نلمهم ونعمل فيهم أي منظر زي ما قلت لكم، كل واحد إيده في بق التاني، ما حدش من الناس دي هيقدر يختص من حد. واللي هيقف قدام باب المجلس العسكري يقول له اقتصم، ما مش فاهم حاجه، يبقى ما هواش عارف حاجه، يعني هي كلها بس ايه يعني
يعني بيسموها ايه اكباش فدا وخلاص، والشعب الغلبان ما هوش فاهم ايه اللي بيحصل. الامل يا اما البرلمان يفوق بقى، ويا اما البرلمان يبقى فعلا على قد المسؤوليه الملقاه على عاتقه، وبدل ما يقول لك هات لي وزير داخليه، وزير داخليه يعمل ايه؟ دي كلها مسكنات. ما يقول لك هات لي المجلس العسكري ونتكلم معاه، يا اما ما نقولش البرلمان البرلمان، وننزل بقى من على الجبل ونرجع على الجبل بتاع الثورة تاني، وتبقى ثورة شعبية يقودها التيار الإسلامي. وده الكلام المظبوط يا اخوانا، هنضحك على نفسنا، هنفضل نلف في متاهات دم الشباب ودم الناس، وفي ناس مصلحتها تنظيمات جوه البلد دي، الفلول بقوا تنظيم، الآخرين بقوا تنظيم، أذرع المخابرات الأمريكية تنظيم، في ناس مصلحتها إن الشعب ده يكره اليوم اللي قامت فيه ثورة، إن الشعب ده يكره اليوم اللي الإسلاميين دخلوا فيه برلمان، إن الشعب ده يرفع الراية البيضاء ويروح لأسياده يقول لهم احنا اسفين، احنا ندمانين ان في يوم من الايام حرمنا بالاصلاح، ندمانين ان في يوم من الايام حرمنا ان البلد تتغير، احنا اسفين يا اسيادنا، احنا بنرفع الرايه البيضه، انتوا اللي عارفين تحكموا وانتوا كل حاجه، بس نتوسل اليكم شيلوا البلطجيه عننا، بس نتوسل اليكم شيلوا العصابات المنظمه عننا، بس نتوسل اليكم شيلوا بقايا امن الدوله وبقايا البلطجه وبقايا النظام الفاسد عننا، بس نتوسل اليكم بلاش تضربوا لنا المصالح الاقتصاديه كبيرة زي ما ضربوا الضرائب كده، لانها من اسس الدخل القومي. عايزين الشعب ضربوا ايه؟ الضرائب والداخليه. الداخليه يعني الامن، والضرائب يعني الرزق، يعني الامن والرزق. عايزين الشعب ده ما بين الفقر والرعب والفزع يندم على اليوم اللي تقال فيه ثوره، وكل واحد يندم على اليوم اللي نزل فيه ثوره، وكل واحد يندم على اليوم اللي اختار فيه اي طيار اسلامي يدخل البرلمان، والشعب ده كله يندم على الاصلاح ويقول خلاص يا اسياد يا تبنا الى الله. الشعب المصري مش هيرفع الرايه البيضاء ابدا 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 باذن الله سبحانه وتعالى. الشعب المصري ان شاء الله هيفضل صامد، بس بنتوسل الى اخواننا في البرلمان بس اللي احنا وثقنا فيهم واخترناهم واديناهم اصواتنا عشان يعبروا عن صوتنا، انهم يعبروا عن صوتنا، ان يقولوا للمجلس العسكري لا، ان الوقت فيه في كارثتين في مصر لو ما تشالوش البلد مش هتنصلح. الكارثه الاولى اسمها المجلس العسكري اللي قاعد في غير الكرسي بتاعه ده، لازم يمشي، لازم يمشي فورا من المكان ده بانتخابات رئاسيه فوريه. والكارثه الثانيه تنظيم الفلول. يا اخوانا دول ما عادوش فلول، دول عادوا تنظيم، معاه امواله من رجال اعمال، معاه ادارته من جوه السجون بتدار، معاه اللي عارفين مداخل البلد، الاستاد ده ازاي عرفوا يلحموا البتاع ده، وازاي الاوتوبيسات دي عدت من تفتيشات بورسعيد، وازاي ده يا اخوانا ده تنظيم بقى يا اخوانا، ده تنظيم ولهم في كل حته راجل. مين اللي يعرف اقذر ناس ماسكين مراكز يقدروا يعدوا من خلالها غير امن الدوله؟ يا اخوانا القضيه واضحه جدا، ومش عايزين نخدع نفسنا، هتقولنا وزير الداخليه اعزلوا لنا مش عارف ايه، احنا كده بنساعد على مراكز القوى انها تزيد في البلد اكتر، ليه؟ اعزلوا وزير الداخليه، وزير الداخليه مه اهو بيحاول يصلح، ها وفي مراكز قوة عايزاه يتشال، احنا شلناه لهم بقى، اللي بعده هيجي هيبقى خدام عند مراكز القوة دي، اللي بعده هيجي هيبقى عبد عند مراكز القوة دي، لانه عارف انهم بيقدروا يشيلوا. يعني الحل لا عزل وزير داخلية ولا عزل وزارة ولا كل دي مسكنات، وكل ده عايز يتشال من السيستم كله، عايز يتشال النظام من جذوره كده، عايز يقتلع. تلامذة مبارك دول كلهم عايزين يقتلعوا، لازم قصاص عادل، الناس دي لازم يتقضى عليها بتوع السجون دول، ولازم المجلس العسكري يرحل. والاتنين دول انا شايف ان اللي دول ناويين ولا في حد يقدر يقتص منهم على وجه الحقيقه، لانهم ماسكين حاجات على كل الناس محدش يقدر يقرب منهم. والمجلس العسكري هيرحل ليه الا لو في قوه ضغط رهيبه على انه يشيل يسيب الكرسي اللي هو بئسه الفاطمه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال نعمه المرضعه، اللي بيقعد على الكرسي بقى ايه؟ قاعد يرضع بقى سلطه ويرضع عظمه ويرضع قبها ويرضع ان ما فيش حد يقدر يقرب منه، وبئسه الفاطمه ساعه ما يتفطم من على الكرسي مش هيقدر، مش هيقدر ابدا يسيب الكرسي غير بقوه ضغط رهيبه. قوه الضغط دلوقتي قدامنا حاجه من اتنين، يا برلمان بجد واقف، يا برلمان بجد له كلمة، يا برلمان بجد متوحد ايده في ايد بعضه وفعلا بيحط ايده على نقطة الجرح، مش قاعد يتوه القضية ويقول لك وزير داخلية، وزير داخلية يعمل لكم ايه؟ وزير داخلية، وقبل وزير الداخلية كانت القضية فين؟ والمذابح هتستمر، وال12 اللي اتقتلوا النهارده وامبارح بره مذبحة بورسعيد. يا اخوانا عايزين نفوق، القضية حقيقة في اتنين في البلد دي، المجلس العسكري طول ما هو قاعد على الكرسي بتاعه، والفلول مبارك واعوانه بالجذور بتاعتهم اللي بره السجن، الاتنين دول
لازم يتشالوا من اماكنهم. الاثنين دول لازم يتشالوا من اماكنهم، والا احنا قاعدين نحلم احلام وردي وقاعدين نسبح في الخيال، والا بقى نرجع بقى على جبل الرماه ثاني وما ننزلش ولا نقول البرلمان البرلمان ولا نقول الكلام ده كله، لان البرلمان هيعمل ايه قدام قيادات قضاء وقيادات اعلام وقيادات تعليم وقيادات شرطه وقيادات رجال اعمال وقيادات؟ يا اخوانا البلد فيها مراكز قوه مفرخه، مين اللي هيواجه كل ده؟ ده مش موضوعنا، وان كان تعليق لابد منه على الاحداث اللي بتحصل، ورايي لابد انه يقال. يعني سبحان الله، انا بقول لكل واحد خايف من امريكا يقول لك مش عايزين رئيس اسلامي. مش عايزين رئيس اسلامي ليه؟ ليه اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوا. احنا ليه شايلين قوه ربنا من معادله القوه في الواقع خالص؟ احنا ليه شايلين قوه ربنا من حساباتنا؟ والثوره دي قامت ازاي الا بقوه ربنا اصلا؟ احنا يا اخواننا قاعدين، احنا ليه مش عايزين نشوفها صح؟ ليه مش عايزين نشوف لموطن قوتنا صح؟ اللي يقول الوقت ان الكلام ده ذنوب ولازم توبه، ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ ده حسابات واقعيه. لا يا حبيبي، مش حسابات واقعيه. الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، الفتن اللي بتحصل في مصر ديت لا يبتلى بيها الا من حادوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. البلد دلوقتي بتبعد عن الدين، بتبعد عن الدين. البلد دلوقتي مين اللي يجرؤ دلوقتي ان يقول للمعاصي؟ محدش يقدر. مين دلوقتي اللي يجرؤ ان يقول انكار المنكر؟ اعوذ بالله، رغم انه بند من بنود عهد النبي على الانصار عشان يرضى يدخل المدينه عليه الصلاه والسلام. مين اللي يرضى الوقت انه ينطق ويقول ان اللي بيحصل ده اثار معاصي؟ يلا الجرم الفادح، مين اللي يقدر انه يتكلم؟ لما بنتكلم في مدرجات الكره واللي حصل ده لا بسبب كره ولا بسبب مدرجات كره، ده بس استغلال لتجمع ناس. انما كام واحد كان في المدرجات كان بيصلي ساعه ما الاذان بيدا؟ يا اخواننا احنا يعني ولكن الاسلام لا التراس له، يا حسرتها على واقعنا. مين اللي مستعد يلبس فانيله الاسلام ويسافر عشان دين ربنا في كل مكان؟ كل نادي له التراس وكل حاجه بقى لها التراس، والاسلام هو اللي ملوش التراس. الاسلام هو اللي محدش عايز يضحي عشانه ويعيش عشانه ويموت عشانه. من عاش على شيء مات عليه. اللي عاش التراس هيموت على الالتراس، واللي عاش على المدرجات هيموت على المدرجات. ايه بينا قدام عينينا. طب احنا هنعيش لدين ربنا ولا لا؟ مره تانية يعني المذبحه اللي حصلت لشبابنا اطمى قلبنا كلنا وشق قلبنا كلنا وكسر قلبنا كلنا، ويعني ربنا ينتقم من الظالمين وربنا يقتص لهم ان اهل الارض بقى ظلموا ومسكتم وكتموا على بعض. اصل العمل العامله دي زي ما قلت لكم تنظيم كده، عارفين انا بقول لك تنظيم القاعده ضرب براج، العمل ده تنظيم مترتب، ده مش لعبه، ده مش شويه فلول ولا شويه كلام كده، ده تنظيم مترتب وعارف هو بيعمل ايه، وعارف ان ما حدش يقدر يرد عليه، عارف ان لو جه حد يتكلم والله احنا معانا الورق ومعانا ومعانا ومعانا، حدش يتكلم لان كله ايده فوق التاني. فيا ريت كله يسكت بس، وايه والموضوع هيعدي والشعب الغلبان هيتلهى ما بين ضرب بقى بنكين تانيين ولا ما بين شويه تعطيل مصالح ولا ما بين شويه يتخطى. النهارده قاعد في المسجد من المغرب للعشاء، اخ صاحبي عربيتي اتسرقت من قدام بيتي، اخ تاني من احبابي وعربيتي اتسرقت من قدام بيتي، واحد قاعد وفلان عربيته اتسرقت من قدام بيته. يا اخوانا كل ده منظم وكل ده مرتب وكل ده بيهدف لحاجه واحده بس، ان الشعب المصري يرفع القرار بيضة ويندم على اليوم اللي فكر ان هو يعيش فيه لحظة اصلاح. طول ما المصيبتين دول موجودين في مصر البلد دي بحالها مش هنصالح. وياريت الشعب يفهم يعني، وياريت يعني اخواننا اللي وثقنا فيهم ودناهم اصواتنا في البرلمان يفهموا ان الاداء اللي لحد الوقتي ده مش يعني ايه، يعني مش ده اللي مطلوب من المرحلة ديت. يا اخواننا من الاخر كده احنا بنطفي حريقة بكنكة مية، انا ماسك كوبايه الماء دي وبطفي بقى حريقه. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش يا اخوانا. ده احنا سعينا في ان احنا نجيب مش عارف نعمل ايه ونعزل ايه ونستجوب بين كل دي كوبايات ميه بتطفى بقى حريقه. الحريقه عايزه مجهود اكبر من كده، الحريقه اللي البلد دي بتولع بيها دلوقتي عايزه مجهود اخطر من كده. زي اللي بيجري في ملف السلفيين والاخوان ويقول لك المصالحه بين السلفيين والاخوان والتقارب، والله انا اتكلمت في الحلقه بتاعتي، والله انا مش عارف قعدت مع مين، كل دي بنطفي حريقه بكنكه ميه. لازم مجهودات خطيره، لازم مجهودات تتكافئ مع حجم المشكله، لازم مجهودات تتكافئ مع حجم الواقع يا اخواني. لازم يكون عندنا ربانيه، الله هو القادر، لازم نرجع لربنا، لازم نعلن لشعب مصر كله ان حل اللي احنا فيه توبه جماعيه الى الله سبحانه وتعالى وثقه في شرع الله واستمساك بدين ربنا سبحانه وتعالى، ونبدا بقى واحنا ايد واحده مع دين ربنا. ربنا ساعتها سبحانه وتعالى ينزل علينا النصر والحفظ من الكوارث اللي احنا عدنا عايشين فيها. يعني برضو يعني ده مجرد تعليق بس على يعني بعض اللي بيحصل، منظر مؤلم جدا جدا.
يعني 73 شاب رايحين المدرسة الله يرحمهم، ربنا يغفر اليوم جميعا ويرحمهم، ربنا يتغمدهم برحمته الواسعة يا رب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شباب رايحين في أجازة نص السنة يحضروا مباراة وقاعدين في المدرجات ومش عارفين إن ملائكة الموت مالية المدرجات، قاعدين في المدرجات ومش عارفين إن هم بيتفرجوا على الماتش ده هيكون أول ليلة في القبر تحت التراب ليهم، قاعدين في المدرجات ورايحين في الأتوبيسات ومش عارفين إنهم مش هيرجعوا في أتوبيسات هيرجعوا في نعوش. أنا عايز أقول لك إن إحنا فكرنا في كل حاجة في الحادثة دي إلا في الموت، فكرنا في اللي ماتوا وفي اللي موتوهم وفي وما فكرناش في الموت نفسه. ما رأيت منظرا والقبر أفظع منه، دي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك القبر اللي مقفول على بني آدم كان حي رايح جاي، ده أبشع منظر على وجه الأرض كلها، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ده أفظع منظر على وجه الأرض. المقابر دي يا أخوانا الملمح الوحيد من الدار الآخرة في الارض بتاعتنا يا عم الشيخ، قلبتوها موت. انتوا بدك احنا في السياسه يا عم الشيخ، دي السياسه يا اخوانا، لازم نتوب الى الله يا اخوانا، لازم نتدبر في اللي احنا فيه. يوم القيامه اخطر من الحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الثالثه، ولما نرجع لديننا هنقدر نشوف مصالح دنيتنا. والدنيا الوقت متقطعه ليه؟ لان لو البلد كلها مجتمع على دين ربنا وعلى طاعه ربنا والله ما حد يقدر يقرب مننا ولا حد يقدر يظلم الناس ابدا. ولكن الدين اللي بيعلم الناس ان ما حدش يتظلم، يعني اللي ما بيفكرش في الموت ده مجنون، اللي ما بيفكرش في الموت ده اشد نوع من انواع الجنون موجود على وجه الارض. ازاي يعني؟ تخيلوا لو واحد دخل على مراته فجاه قال لها يلا احنا مسافرين بسرعه، قالت له مسافرين فين يا عم؟ القاهره ولا اسكندريه؟ قال لها مسافرين السعوديه. سعوديه ايه؟ هي السعوديه دي؟ يلا بسرعه. الطياره امتى؟ بعد اسبوع ولا 10 ايام؟ الطياره بعد 5 ساعات. يعني عم نجيب عربيه ونطير على المطار ونخلص الاجراءات نطلع الطياره. قالت له طب هنقعد قد ايه؟ 3 4 ايام عمره مثلا؟ قال لها هنقعد 10 سنين، عقد عمل 10 سنين. الراجل ده مجنون ولا عاقل يا اخوانا؟ اهو اللي ما بيفكرش في الموت ده اشد جنونا منه. ليه؟ لان الموت لما هيجي مش هيقول لك بعد 5 ساعات، ده حالا اهو، حالا اهو. والموت لما هيجي مش هينقلك السعوديه، ده هينقلك العالم الاخر تماما، عالم تاني تماما. والموت لما يجي مش هيقولك 10 سنين ورجعك تاني، ده انت ما انتش راجع تاني خالص، خلاص ذهاب بلا عوده. يا اخوانا اللي ما بيفكرش في الموت ده اخطر نوع من انواع الجنون على وجه الارض. لذا قال تعالى الذي خلق الموت والحياه. طب يا رب الحياه قبل الموت؟ ده الناس بتعيش وبعد كده بتموت. يا رب يا رب ليه الموت قبل الحياة؟ لان اي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش، انت ممكن تخلف وممكن ما تخلفش، انت ممكن تختنى وممكن ما تختناش. انما ما فيش حاجة اسمها انت ممكن تموت وممكن ما تموتش، ما فيش الكلام ده. ده اليقين الاعظم على وجه الارض، ده اعظم يقين يا اخوانا. اللي انا بقوله ده القرآن اللي اتربى عليه الصحابة. كفاية بقى سياسة المسكنات. انا من اول ما بدات سلسله القران حياتي مش عارف اكملها، كل اسبوع ازمه، كل اسبوع ازمه. خلاص جميل، هنقعد لنا ربع ساعه نتكلم في الازمه دي، ولكن لازم قاطره التربيه تستمر، لازم الجهاد التربوي يستمر. الاخوه بتنتكس والاخوات بتسقط والناس دينها بينهار. الناس قال تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك انا بتكلم النهارده عن المقابر ليه؟ انا بتكلم النهارده عن زياره القبور ليه؟ انا بتكلم النهارده عن زياره الملمح الوحيد من الدار الاخره على وجه الدنيا ليه؟ المكان الوحيد اللي من الدار الاخره موجود وسطنا هو المقابر، هو المقابر. فالهاكم التكاثر، منظر مضحك، منظر طابور طويل واقف وحفره كبيره وكله قاعد يمشي ويبص حواليه يمين وشمال ويكلم اللي قدامه واللي وراه ومش راضي يبص قدام، واللي قدام يقوم واقع طخ، يقوم واقع في الحفره. اللي وراه نفسه ما بيبصش قدام، برضه يقعد يبص وراه وعلى جنبه طخ ويقوم واقع في الحفره، طخ ويقوم واقع في الحفره. الهاكم التكاثر، الناس ملهيه في الدنيا وفي الفلوس وفي المراكز وفي اللي حصل وفي اللي ما حصلش وفي اللي هيمسك وفي اللي مش هيمسك، حتى زرتم المقابر. العلماء قال لك، بعضهم قال زرتم المقابر اي لما الانسان يموت يدخل التراب بقى، والبعض قال حتى زرتم المقابر اي وانت بقى في اللهو ده والغفله دي رحت زياره للقبور وانت عايش. اول ما رحت زياره للقبور فقت واستيقظت. يعني ايه؟ يعني زور المقابر اختيارا قبل ان تزورها اضطرارا. اخواننا في مسجد سلاف في المنصوره رحنا رحله للمقابر الاسبوع اللي فات ده،
رحنا بالليل والدنيا ضلمه ما فيش فيها ولا حتى بصيص نور. رحنا رحله المقابل اول ما دخلنا كده والظلام لفنا من كل ناحيه. قلت لهم يا اخوانا خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم، انت الوقت جاي المكان ده بمزاجك، في اللحظه اللي انت قررت انك تدخل هنا فيها وفي مزاجك هتخرج، في اللحظه اللي هتحب تخرج فيها هتخرج. انما خدوا بالكم يا جماعه ان هيجي لحظه هتدخل هنا غصب عنك وما انتش خارج الى يوم القيامه. خدوا بالكم يا جماعة عشان تعرفوا يعني ايه وعمل لما بعد الموت. في ناس في المكان ده اهو بقالها 1000 و2000 و3000 وممكن تحت المقابر دي كان مقابر من 2000 و3000 و5000 سنة، بقالها 5000 سنة بتضحك الوقت على البشر او بتبكي على عمرها وتقول ده احنا عشنا لنا 2 3 سنين على فوق الارض، وقعدنا كل همنا 2 3 سنين ما كناش نعرف ان احنا هنقعد لنا 50000 سنة ولا 5000 سنة تحت التراب بس. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت عملت حساب الايام ده. هي يا اخواننا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لازم تزور قبرك. روح يا اخي زور القبر اللي انت هتدفن فيه، زور المكان اللي انت هتدفن فيه. لما الواحد بيقف قدام قبر مفتوح بحس كأن اسد فتح بقه، يا ترى هيقفله على مين؟ يا ترى صاحب القبر ده، ما المقابر فيها قبور مقفوله وقبور مفتوحه لسه ما حدش اتدفن فيها، يا ترى صاحب القبر ده يا ترى الوقت بيعمل ايه؟ يا ترى عايش زينا كده وغافل ولا الراجل ده بيستعد؟ يا ترى القبر ده هيتقفل عليه النهارده ولا بكره ولا امتى؟ ممكن يكون الكفن بتاعه اتنسج وفي المسجد اللي جنب بيتهم ولما هيموت هيكفن فيه وهو مش عارف. يا ترى انا قبر انا هيتقفل عليا امتى؟ لما اروح واقف قدام قبري اللي انا هتدفن فيه لو مت يا ترى هيتقفل عليا امتى؟ وانا جاهز دلوقتي؟ انا جاهز ان المكان ده يتقفل عليا؟ انا جاهز ان المكان ده ادخل فيه الليله؟ انا جاهز لحساب الملكين؟ انا جاهز ان صحيفتي تتقفل خلاص وباب التوبه يتقفل ومحدش ينفع ان انا اعمل اي عمل صالح تاني؟ انا جاهز ان انا ادخل المكان ده واعرض على الله؟ انا جاهز ولا مش جاهز؟ الواحد بيقف قدام القبر المفتوح يقول يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا اخوانا لما كنا في رحله المقابر الاسبوع اللي فات كل واحد بعد ما يعني قعدنا جلسه كده هناك في المقابر كل واحد اتفرق بقى يشوف له مكان كده لوحده. انا قعدت ابص للمكان ده، يا رب انا هدخل المكان ده بايه؟ انا هدخل المكان المحش ده بايه؟ انا عملت ايه لربنا عشان ادخل المكان ده بايه؟ انا ايه اللي في قلبي تجاه ربنا عشان ادخل المكان ده بايه؟ الواحد يبص قدام القبر المفتوح ده لو ده هو اللي هسكن فيه بعد ما اموت. ده خدوا بالكم ان المنظر ده ملوش دعوه بالحقيقه، ده منظر بس مش اكتر، ده منظر. يعني القبر حقيقة وانت داخل في المقابر كل اللي حواليك يا اما رياض من رياض الجنة يا اما حفر من حفر النار. مفيش اوعى تفتكر المقابر منظرها يخدع من بره، يا اخوانا من بره منظرها سكون وهي مشتعلة بالاحداث. النعيم اللي فيها لا يوجد له نعيم يعادله على وجه الارض، والعذاب اللي فيها لا يوجد له عذاب يعادله على وجه الارض. منظر المقابر مساواة، الكل زي بعضه، والمقام ما بين اتنين مدفونين في قبر واحد ابعد من المقام ما بين السماء السبعة والارض. المنظر بسيط قليل، يا ترى عدد المقابر ايه؟ بسيط. وعدد المدفونين هنا يمكن 5 أضعاف كل اللي في المدينة كلها، ولكن الناس مش واخدة بالها ان اللي بيدخل بيبقى تراب واللي يدخل بعده يبقى تراب، محدش واخد باله. المنظر الحقيقي ملوش دعوه بالمنظر ده خالص. طب انا دلوقتي لو القبر ده بالمنظر ده هو ده اللي هسكن فيه بعد ما اموت، يا نهار ابيض، ده انا اسكن في المكان ده ازاي اصلا؟ ده لو ده سكني، فما بالك بقى لو مش ده الحقيقي كمان. فرشت قبرك من الوقت بايه؟ اقف قدام قبرك كده وفكر، فرشته من الوقت بايه؟ الموت يا اخوانا اعظم حقيقه على وجه الدنيا كلها، اخطر حقيقه على وجه الدنيا كلها. حقيقة ان انا هموت وانت هتموت، حقيقة ان انا هموت. الشباب رايحين مباراة بكل شباب في اجازة مش واخدين، يعني مين اللي يتوقع ان هو هيرجع كده؟ مين اللي يتوقع ان ملائكة الموت كانت مالية المدرجات؟ مين اللي يتوقع؟ ومش بس هنا، هات صفحة الوفيات وافتحها، كل دول ماتوا امبارح. ده جزء من ضمن اجزاء، ما بدخل على بعض مواقع النت اللي بتعمل تعداد للاموات، العداد شغال شغال شغال، كل ثانية 2 بيموتوا، كل ثانية. يعني تخيل العداد، طيب مين اللي يضمن بقى في وسط الواقع ده؟ عشان كده الجزء ال30 اول الصور بقى اللي ربت قلوب الصحابه اتكلمت عن الموت قد ايه. تلاقي صوره اسمها التكاثر بتقول لك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التربيه الاولى بقى، التربيه اللي فتحت قلوب الصحابه عليها، زور المقابر، زور المقابر عشان تفوق. كلا سوف تعلمون، هتعرفوا انتوا اتلهيتوا بايه عن ايه، انتوا اتشغلتوا بايه عن ايه، هتعرفوا لما تدخلوا المكان ده. وتلاقي صوره ثانيه بتقول لك افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، ده في الجزء ال30 برضه.
وسورة تانية تقول لك وإذا القبور بعثرت. يعني إيه يا أخوانا البعثرة ديت؟ لما أنا أكون عايز قميص من الدولاب مثلا والدولاب مليان هدوم مش عارف القميص فين، فتلاقي الشاب بيقوم داخل يقوم رامي الهدوم رامي الهدوم رامي الهدوم رامي الهدوم، هو عايز القميص بسرعة ومستعجل، رامي الهدوم رامي الهدوم لحد ما يوصل للقميص. على ما طلع القميص كان الهدوم المترتبة جوه الدولاب بقت كومة رأسا على عقب على الأرض، وخد القميص ومشي. بعثرة ما في القبور ليه؟ لأن القبور دي فيها ملايين البشر، ولما نفخ في الصور تجمعت الأجساد وبقت الأجساد موجودة تحت التراب، الملائكة بتبعثر القبور تطلع أجساد البشر. أنت متخيل المنظر؟ زي ما أنت كده بتبعثر الدولاب تطلع القميص اللي أنت عايزه أو أو القمصان اللي أنت عايزاها، أو بالظبط كده بتبعثر القبور تطلع جثث البشر، ولا جثة تتساب ولا جثة تتشال. ده مشهد من المشاهد اللي الصحابة تربوا عليها في البداية. في البداية ده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة يقول لك وأخرجت الأرض أثقالها، بعض العلماء لك أثقالها اللي هم الميتين اللي فيها، ثقلت الأرض بعذاب المعذبين والعياذ بالله والعياذ بالله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يا رب يعني إيه يصدر؟ آدي بير أهو، البير أهو، الإبل وردت البير شربت وبعد كده صدرت عنه. يبقى معنى يصدر إن كان في حاجة تحت الناس وردت عليها. يعني إيه؟ يعني عايز اقول لك ان اللي تحت التراب ده مش ساكن ولا حاجه، ده اللي تحت التراب ده احداث رهيبه، ده اللي تحت التراب ده نعيم لا يوصف او عذاب لا يوصف والعياذ بالله. الموضوع خطير يا اخواني، الموضوع في غايه الخطوره، في غايه الخطوره، ان احنا لازم ننتبه لازم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام خدوا بالكم بقى، يعني لما يجي الوقت درس بقى يعني واحنا بنقول زور قبرك من الان، ده كلام يعني يا عم خلينا في الحياه يا عم، ده ايه الحياه؟ هي دي الحياة؟ عايزين نفوق. زور قبرك من الآن، مين اللي بيقولها لك؟ ده اللي بيقولها لك النبي عليه الصلاة والسلام. ألا فزوروها، زوروا المقابر فإنها تذكر الموت. ده حديث صحيح. في حديث تاني، زوروها فإنها تذكر الآخرة. حديث صحيح ثالث، زوروها فإن لكم فيها عبرة. حديث صحيح رابع، زوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. حديث خامس يا عبد الله، عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأعد نفسك من أهل القبور. خلاص ما تعتبرش نفسك في العالم ده، اعتبر نفسك في العالم التاني. وانت داخل المقابر تزورها، انت وانت داخل كده فكر، أنا داخل بمزاجي وأخرج بمزاجي، هيجي يوم أنا هدخل غصب عني متشال ومش هخرج ليوم القيامة. المكان ده يا أخوانا اخترته قد إيه؟ المكان ده لازم ازوره قد ايه؟ المكان ده لازم. احد السلف كان يقول لك اذا ضاقت بك الامور فعليك بزياره القبور. روح وزور وشوف، شوف الموضوع ايه. احد السلف كان يروح يقعد في المقابر طول النهار، يعني من الضحى للمغرب، يروح يبكي يقولوا له ما اين كنت؟ يقول لهم كنت في المقابر، كنت عند قوم حرموا مما نحن فيه. خلاص ما عادوش يعرفوا يعبدوا العبادات اللي قدام عينينا الوقت قدامنا ان احنا نعملها. لما هتزور هنبدأ نستيقظ. النبي عليه الصلاة والسلام ليه بيخلينا نزور القبور؟ ليه بيحسن؟ وفي رواية ضعيفة فيها ضعف، فإنها تزهد في الآخرة، زوروها فإنها تزهد في الآخرة. وفي رواية صحيحة فزوروها فإن فيها تذكرة. يعني كل الأحاديث اللي بتحث على زيارة القبور ديت، والآيات اللي في الجزء الثلاثين اللي بتحث على زيارة القبور ليه؟ لأن الناس مش مصدقة إنها تموت. ده أنت بتلاقي واحد كان والعياذ بالله يعني عاب الدنيا وبيموت، وتلاقي اللي بعده حسن مبارك يا اخوانا اتحط في السجن، والفلول من بعده لسه بيقاتلوا على الكرسي بتاعه. قال لا، ده انتوا مالكوش عبره في الكبير بتاعكم، محدش بيتعظ يا اخوانا الا لما الموت فعلا يذكروا. الموت ده وعظ رهيب رهيب، الموت وعظ رهيب لما تتدبر كده. يعني زياره واحده للمقابر احسن من 100 درس تسمعه. ليه؟ هتزلزل قلبك لو انت بتحس فعلا بالمعاني اللي موجوده فيها. الرجل اللي جه عند الموت وقال لاولادي اذا انا مت فاحرقوني حتى اذا نفذت النار الى عظمي، خلاص بقيت حته فحمه، فاطحنوني. يا نهار ابيض، بقى بدره حتى اذا كان يوما عاصفا فذروني جزءا في اليم وجزءا في البر. طب ليه؟ عشان الرياح تنقل الجسم في كل مكان. طب ليه؟ فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. الراجل ده اخوانا كان بيعمل معاصي كتير جدا، يقينا سمع معاه واعظ، يقينا في ناس قالت له حرام، انما قلبه ما تزلزلش الا بالموت. اول ما الموت جه قلبه اتحطم، اول ما الموت جه اتزلزل وقال خلاص كلام معناه شده الخشيه لله سبحانه وتعالى. يعني عايز اقول لك ان الموت ده وعظ قوي جدا.
الموت وعظ لما نروح نزور المقابر. انا يعني الواحد بيتعجب جدا انك انت بتلاقي ان الدروس مثلا اللي بتتكلم عن زياره المقابر قليله جدا، دروس عن الموت كتير، انما النقطه العمليه في الموت بقى بيئه الموت نفسها. النبي عليه الصلاه والسلام ليه قعد جلسه مع الصحابه في المقابر؟ حديث البراء بن عازب اللي كل الدعاه بيتكلموا عليه، ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه بيض الوجوه، وان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه. الحديث الطويل جدا ده اللي من اطول احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، النبي ده للصحابه في المقابر. يبقى الكلام عن الموت وسط بيئه الموت، الكلام النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني شوف كان بيزور المقابر قد ايه عليه الصلاه والسلام، وهو بره هناك فوجد يعني مجموعه من الصحابه ملتفين على مكان، فذهب في ايه بيحفروا قبر، فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه واخذ يبكي حتى بل التراب من دموع عينيه، وقال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا، لمثل اليوم فاعدوا، لمثل اليوم فاعدوا. اول يوم تحت التراب ده الناس هنا في مصر المقابر يعني في مصر مش ايه ما تحسسكش يعني ايه موت، انما بقى وانت بتعمل عمره باذن الله ربنا يفتح علينا وعليكم، وانت بتعمل عمره ادخل على البقيع كده شوف القبر اللي محفور في التراب عمق مترين، وبعد كده في حفره بالجنب تاني، الحفره دي الميت بيتحط فيها ويتقفل عليه بالطوب، وبعد كده يتردم عليه مترين التراب. اقف بس انت في المنظر ده وشوف المنظر ده يعمل في قلبك ايه. ايه ده يا رب؟ ايه يا رب؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لك ما رايت منظرا والقبر افظع منه، ما فيش ابشع منظر على وجه الارض بتعبير النبي عليه الصلاه والسلام القبر اللي مقفول على واحد حي، اللي على واحد كان حي، ابشع منظر على وجه الارض. سيدنا عثمان كان ينظر الى القبر ويبكي ثلاثه ايام، طب ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ فيقول ان امرا هذا اخره، يا نهار ابيض، ده نهايه الابهه والهيلمان والقتال السياسي والصراع على المراكز وبيكتب مقالات في الجورنال ده وبيدي برامج في القناه ديت وتخيلوا وبيعمل مش عارف ايه، ده نهايه الشاب اللي بيشيل له. انا نفسي اعرف الشاب اللي بيشيل له كليب ولا بتاع على النت ومليون واحد يتفرجوا عليه، انا نفسي اعرف يعني طب هو مستفيد ايه؟ يعني ايه اللي هو مستفيده اصلا؟ ده لا هيتنسب له ولا حد هينسبه له، وقاعد ياخد عداد سيئات جاريه يودي ولا عياذ بالله يودي فين؟ يعني هو مستفيد ايه الانسان اللي بيعمل معصيه وتبقى بعد كده جاريه ولا عياذ بالله؟ اخواني في الله ما فيش وعظ اقوى من الموت. فرعون، فرعون الجبار ده اهو اول ما حس انه بيموت قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، قال امنت لما حس بالموت قال امنت. الموت ده بيقسم الظهور، فلما احنا نبدا نتكلم عن الموت نبدا نفوق بقى، نبدا نستيقظ، يبدا كل واحد مننا يفوق من الغفله اللي هو فيها. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طب انا الوقت لو زرت المقابر دي ثواب زياره القبور ايه؟ ده موضوع خطير جدا، يا موضوع خطير جدا، ده عباده من اخطر العبادات يا اخوان. انا نفسي الواحد ينزل في كل حته في مصر يلم الاخوه اللي في المنطقه ديت في المحافظه ديت وندخل المقابر كل واحد يقعد كده ايه يقفل على نفسه كده حته ولا يقعد له في 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 حته ضيقه. ما كنت في المقابر الاسبوع اللي فات ده فنقينا كنا بالليل نقيت اضيق شارع في المقابر وبعد كده اقدم قبر، قبر حتى ملوش سقف، يعني القبر اللي فيه ملوش سقف واضح ان اصحابه بقالهم 40 50 سنه ما جوش فيه اصلا، وبوابه حديد مبينه اللي جواها، فالمطر قاعد ينزل والقبر بقاله يمكن 20 30 سنه واضح ان ما حدش جه اصلا من سنين، وجواه قبرين مقفولين على اصحابهم. يعني ربنا يرحم موتى المسلمين اجمعين يا رب، ويهدي غير المسلمين كما هدى المسلمين برحمته وقدرته انه ولي ذلك والقدر عليه. المطر لما نزل على سقف القبرين وقعوا، يعني انت متخيل القبرين وقعوا، يعني لو حد نط من على السور وبص هيشوف اللي جوه فيه ايه. فبقول لاخواني بقول لهم حد يا اخواننا يدخل؟ ما حدش جرؤ ان هو يدخل، ما حدش جرؤ ان هو يدخل. يا جماعه لازم نتذكر الموت. سيدنا علي بن ابي طالب لما مات النبي عليه الصلاه والسلام كان سيدنا علي ساكن عند المسجد النبوي بالظبط، لما مات النبي ساب المسجد النبوي السكن ده وراح نقل في سكن في وش المقابر. فليه؟ عشان يعني الوقت سكن على النيل بكام؟ ده سكن على المقابر عشان يفضل فاكر، عشان يفضل متذكر. لا انسى لما احد اخواني اتصل بيا وكان بيحب زياره القبور، كان كل ليله تقريبا يعني يكلم ثلاثة أربعة شباب كده عن الالتزام ووقفهم في الشارع واللي ايه وممكن يقوم واخد حد منهم ورايحين ايه يزوروا القبور يتدبروا فيها. اتصل بيا الساعة 2 بالليل تعالى فورا، يعني اخ من اخواني جيب السيارة رحت المقابر. يعني الاخ كان فزع والله يا اخواني، لولا ان الواحد شافها بعينيه والله ما كنت صدقت. شجرة سبحان الله العظيم، شجرة طالعة من عند قبر كده
يعني صاحبه مدفون فيه يعني، وتقريبا كان حتى مدفون قريب يعني مش شجره طالعه، يعني الاخ لاحظ ان في يعني نار طالعه من تحت الارض، ما فيش حد مولع حاجه اصلا ولا حد الساعه 2 بالليل هنا في المكان ده اصلا، نار طالعه من تحت الارض، كل ما يحفر يلاقي نار، كل ما يحفر يلاقي نار، لان جذر الشجره من تحت الارض اصلا مولع، الجذر من تحت الارض بدانا نشوفها يعني النار بدات تنتشر الشجره الكبيره العتيقه دي. رحت بعد يومين لقيتها بقت شويه بودره، نار غريبه جدا، نار يعني نار قويه جدا، ولما بقت شويه بودره القبر نفسه اتفتح، يعني الشجره كانت جايه من جوه القبر بالظبط، لو مديت ايدك كده يعني ايه ايدك هتمسك الايه اللي جوه ذلك القبر، الميت اللي جوه ذلك القبر ده ايه الله اعلم ده ايه، اتصورت ونزلت على النت وبعد كده ايه يعني شلناها بعد ايام، ولكن ده ايه الله اعلم، ولكن يا اخوانا الله اعلم في ايه هنا، الله اعلم ايه اللي بيحصل هنا، الله اعلم. طب ثواب ان انا ازور القبور ايه، ثواب ان انا ازور القبور يا اخواني، شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث صحيح يعني، انا حديث اي حديث بقوله باذن الله حديث صحيح، لو الحديث في ضعف اقول في ضعف، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا ممن كان قبلكم راى جمجمه من الجماجم، تخيل واحد ماشي في مقابر بيزور مقابر، واحد ماشي في صحراء لا جمجمة بني آدم، فنظر إليها ايه ده ايه المنظر الرهيب ده، كنت في يعني بعمل أشعة في احد مراكز الأشعة ومعايا بعض اخواني، فلقينا منظر أشعة على الراس كده منظر جمجمة، فواحد بيقول ايه ده وده منظر البني آدم من غير الجلد بتاع الوش واللحم بتاع الوش، قلت له يا ابني ملك الجمال العالم لو اتعملها أشعة اكس على وشها يطلع المنظر ده، هو المنظر المرعب اللي انت شايفه ده، هو ده ملك الجمال العالم لو اتعمل لها شقه اكس هتطلع كده سبحان الله، ولكن الناس للاسف الناس في غفله الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ان رجلا ممن كان قبلكم راى جمجمه فنظر اليها، فين اللحم وفين العينين وفين الجمال وفين القبه وفين الكبر والفرح والغضب والرضا، فنظر اليها فحدث نفسه بشيء، قعد يكلم نفسه كده ايه ده انا هبقى كده، طب وده الوقت بيعمل ايه، طب ده الوقت كان جسد والجسد تفرق في الارض كلها، فنظر اليها فحدث نفسه بشيء فقال اللهم انت وانا انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب، ثم خر ساجدا. الراجل اخوانا لما شاف منظر الموت، منظر الموت وقفه، منظر الموت زلزل كيانه، منظر الموت هزه، فقال اللهم انت وانا انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب، ثم خر ساجدا فسمع صوتا يناديه ويقول انت وانا انت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفره، ارفع راسك فقد غفرت لك. الراجل ده لما شاف منظر الموت وتفاعل معاه وتاب الى الله بناء عليه خرج من هذا المنظر مغفور لذنوبه كلها. يعني انا عايز اقول لك ان زياره واحده للمقابر ممكن تخرج كل ذنوبك مغفوره، كل الذنوب بتاعتك مغفوره. احنا لما بنشوف منظر موت نقعد نفكر مين اللي موت ومين اللي مات ومين، وما بنفكرش في الموت نفسه ليه ما بنلتقطش اخطر نقطه في القضيه كلها، ليه ما الكل هيموت، القضيه كلها منتهيه يا اخوانا، 50 سنه ولا واحد من اللي موجودين دول اللي بيتفرج ولا اللي بيكدي ولا اي حد في الدنيا دي هيبقى عايش، كله هيبقى تحت التراب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره المؤمنين يقول ها ثم انكم ها بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. شوفوا في ايه الموت اكد الموت بكم مؤكد، ثم انكم ان توكيد اهو، انكم بعد ذلك لا لم التوكيد او لم القسم تاني مؤكد، ميتون جمله اسميه بتوحي بالتوكيد او بتفيد شده التوكيد، ثم انكم بعد ذلك ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون، ثم انكم مع البعث بقى ان مؤكد واحد، وبعد كده لا تبعثون، لا تبعثون بس مبعوثون، لا مش جمله اسميه جمله فعليه، الاسميه هي اللي بتفيد ايه الثبوت اكتر من الفعليه. يعني ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات واكد البعث بمؤكد واحد بس، رغم ان اليوم الاخر هو اللي الناس شك فيه، انما الموت الكل مصدقه ومحدش بيفكر في الموت، ما حدش بيفكر فيه، لو الناس فكرت في الموت حياتنا هتتغير. الراجل خرج من تدبر واحد في مشهد من مشاهد الموت مغفور لي كل ذنوبه. طيب انا عايز ازور المقابر اعمل ايه بقى، انا بروح ازور المقابر مش عارف ابص في ايه،
مش عارف اتامل في ايه. اول ما تدخل بس زي ما بقولك كده وانت لسه داخل افتكر على اليوم اللي هدخل فيه غصب عني هنا، ومش هخرج الى يوم القيامه، يوم القيامه بس اللي هخرج من هنا. يا ترى ما بين ذلك اليوم وبين يوم القيامه انا عملت ايه؟ واعدت لي لهذه الفتره الخطيره من حياتي ايه؟ ممكن تكون 1000 سنه، 2000 سنه، 3000 سنه، الله اعلم. الله اعلم يا اخواني. لما الواحد بيتدبر ما بين تطاير الصحف يوم القيامه، كل واحد صحيفته تطير يمسكها باليمين او الشمال، وما بين بدء الحساب 40 سنه، اقول يا رب 40 سنه ليه؟ طب ما يبدا الحساب. سبحان الله، لو شلت ما قبل البلوغ يعني ما قبل التكليف لحد ما الانسان بيموت هتلاقيهم مثلا 40 سنه، يعني قد عمرك كله اللي اتكتبت فيه الصحيفه دي هتفضل واقف تحاسب نفسك انت لوحدك عليها. تخيل بقى انت وانت داخل اول خطوه في المقابر، اوعى تفتكر انك اتنقلت من مكان لمكان، اوعى تفتكر انك اتنقلت من مكان بينه وبين التاني مطار، ده انت دخلت من عالم لعالم تاني خالص. اوعى وانت واقف قدام القبر اما تلاقي طوب بقى واسمنت مقفل على الميت كده يتقالك ان بينك وبين الميت شويه طوب، ده انت بينك وبين الميت عالم تاني خالص. ده انت يا ابني في عالم وهو في عالم تاني خالص. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، عالم اسمه عالم البرزخ، له دنيا وله اخره، لا ينفع يرجع الدنيا ولا يطلع الاخره، عالم له مقاييس، وفي من النعيم ما الله به عليم، وفي من العذاب ما الله به عليم. تخيل انت بقى وانت داخل كده ولسه رجلك بتطأ التراب، يا امسك كبش التراب كده انقدرت، ده كان ممكن اجمل بنت، ده كان ممكن اقوى شاب، ده كان ممكن اغنى واحد. وعلى ما البني ادم اتحول من البني ادم للتراب، تخيلوا بقى المراحل شكلها ايه. تخيلوا بقى لو انت بس فتحت قبر كده احد اخواني وكيل نيابه ويعني اشتبه في جثه ان هي اتقتلت جنائيا بعد ما اتدفن، فبيقول رحنا عشان نطلع الجثه بامر جنائي والطبيب الشرعي ياخد عينه، بيقول فتحنا القبر، بيقول لي لا تتخيل، قتل دود على كل جزء، قتل دود، اقتتال، ده في مخلوق ربنا خلقه بس عشان ياكل الانسان، وبعد كده المخلوق ده بيموت، هو وظيفته كده بيتولد ياكل في الانسان وينهش في لحم الانسان، ولما يخلص البني ادم المخلوق ده نفسه بيموت. لما تقف قدام القبر المقفول اللي النبي عليه الصلاه والسلام سماه افظع منظر على وجه الارض، ما رايت منظرا والقبر افظع منه، لما تقف قدام القبر المقفول تفتكر ايه؟ اوعى تفتكر ان ده حته قبر كده، القبر ده جواه عالم، عالم الله اعلم هو روضه من رياض الجنه ولا حفره من حفر النار. قبل ده جواه ملائكه وجواه الله. مش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابو هريره الحديث الحسن بيقول لما الميت بيوضع في قبره فيؤتى من عند راسه، لو هو عابد بقى تقول الصلاه ما قبلي مدخل، فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. يعني ايه؟ يعني العبادات بتحصنه من ملائكه عذاب على ذنوبه جايه، يعني الجوه ده عالم يا اخوانا، الموضوع جوه مش ساكت كده، ده لو حصل بس من جوه المقابر صوتي فقط، راديو فقط، اذاعه فقط. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لولا الا تدافنوا، تخيل اللي شايلين الجثه وداخلين المقابر والله لو سمعوا حاجه من اللي بتحصل جوه لا هيرموا الجثه ويطلعوا يجروا، لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، ده يسمعكم بس، ده لسه صوت. امال بقى لو شفنا، لا ده حديث تاني، لو تعلمون ما اعلم، لو تعرفوا اللي بيحصل جوه، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم الى الصعودات، هتسيبوا الدنيا واللي فيها وتجروا في مكان خلوي ليس بينكم وبين الله فيه اي مخلوق، تجأرون الى الله، تجأرون الى الله سبحانه وتعالى. اللي جوه ده عالم، عالم يا اخوانا، مكتوب جوه كده ممنوع، ممنوع الخروج، ده سجن، القبر ده سجن، خلاص ممنوع انك تخرج تاني. يعني ممنوع، ممنوع كلمة توبة، ممنوع كلمة استغفر الله، خلصت انتهت كلمة استغفر الله، كانت معانا الوقت، اللهم إنا نتوب إليك يا رب، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فتوب علينا يا رب جميعا يا رب. كلمة استغفر الله دي فرصة الوقت، أول ما دخلت ممنوع، الصحيفة اتقفلت. أمال اللي ربنا قال فأصابتكم مصيبة الموت، ليه الموت مصيبة؟ هو قفلت الصحيفة دي مش مصيبة، ما عدتش تقدر تعمل حاجة، ما عدتش تقدر تشيل زروب من اللي فيها. فتخيل مكتوب من جوه ده سجن، اللي جوه ده لجنه امتحان، انت اخطر امتحان في مصيرك هتمتحنه جوه المكان ده اهو، وانت واقف قدام القبر المقفول فكر في كل هذه الافكار، عالم جوه، يا ترى جوه فيه ايه؟ يا ترى جوه فيه ايه؟ ويا ترى يعني السجن ده، يا ترى اللي جوه ده بيتعذب ولا بيتنعم؟
ولا جوه فيه نعيما صعد. تخيل بقى الميت كده وهو قاعد كده وبيتقال له هذا مقامك وما اعد الله لك في الجنه، وكل يوم اصل الجنه بتاعته كبيره قوي، فكل يوم بيشوف مشاهد من الجنه غير اليوم اللي قبله، فكل يوم بيفرح وبيشتاق للجنه اكتر من اليوم اللي قبله. ده القبر المقفول، القبر المفتوح زي ما قلت لك، افتكر مين اللي هيتقفل عليه القبر ده، وافتكر قبرك المفتوح وروح زوره، روح زوره يا اخوانا، روح زور هذا القبر. انا فاكر اول مره يعني اخويا وحبيبي الدكتور عبد الرحمن الصوي، انا لسه في اولى كليه، اداني شريط للشيخ محمد حسان يعني حفظه الله، واتفرجت سمعت الشريط تاثرت بيه جدا. كنت داخل قافل عليا نور الاوضه، وقمت قافل عليا باب الاوضه، وقمت نازل تحت شفونيرة كده كانه قبر، مش هتستحمل ربع ده هتطلع مسلم، تبت اليك يا رب، تبت اليك. حاول تعيش نفسك في الجو شويه، تزور القبر، تجرب الجو، شوف جرب هذا الجو. فلما حدث بص للقبر المفتوح، بص للتراب اللي ما بين القبرين، يا ترى ده كان شاب ولا ده كان ولد ولا ده كان ايه؟ بص يا اخواني، لو ملائكه الحساب نطقت هتقول ايه؟ هتقول لك البني ادم دول ما بيتعلمش. يعني لو يعني المفروض ان لما واحد يموت على غفله الباقي يتعلمه، فكل واحد داخل بقى يبقى صحيفته احسن من اللي قبله. ده الصحائف بتزداد سوء، ده كل واحد مش ما بيتعلمش من اللي قبله، ده بيزداد بعد عن ربنا سبحانه وتعالى رغم انه شاف عبره. لو سالنا ملائكه الموت هيقولوا سبحان الله العظيم، سبحان الله. لو واحد قاعد في بيته ومتوقع ان خمسه، ممكن الناس الوقت من رعبها من البلطجيه بتبقى قافله ومتربسه باب البيت ومرعوبه جوه البيت، تخيل بقى واحد قاعد جوه بيته متوقع ان في خمسه هيهجموا عليه يضربوه، ده يبقى حالته ايه؟ طب القاعد ومستني ان ملائكه الموت تيجي، ده يبقى حالته ايه؟ لو واحد قاعد ومستني ان خمس دكاتره تستني يجوا هيخلعوا له اسنانه من غير بنج، يبقى حالته ايه؟ طب دلوقتي هيجي ملائكه موت مش هينزعوا الاسنان، هينزعوا الروح، ده يبقى حالته ايه؟ يعني قضيه لو الميتين اتكلموا، لو واحد ميت اتكلم هيقول لك يا انت الوقت بتسمع هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله، انما انت عمرك ما هتحس وقع الكلمه ديت، ربنا يعافينا مش هيحس بيها غير اللي يسمعها. تخيل انك ماشي كده في الشارع لقيت قصر منيف وفيلا مهيبه ونعيم جوه وولايم عامره ودنيا فبتبص على الباب لقيت مكتوب اسمك انت، ده فيلا فلان الفلاني، ده القصر بتاعنا. جيت تدخل لقيتهم يقول لك لا ممنوع. ممنوع ليه؟ ده مكتوب عليه اسمي. قالوا لك اصل انت للاسف ما تستاهلش، ده كان هيبقى بتاعك بس لو كنت انت ايه تستاهل هذا الامر. الميت يقول لك ان ما حدش هيقدر يحس يعني هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله غير اللي هيسمحها، والعياذ بالله ما نسمحهاش يا رب باذن الله ابدا. تخيل لو الميتين اتكلموا وقالوا لك احنا كنا يعني الواحد ساعات يتخيل كده من 5000 سنه واحد قاعد يقول لك لا انا مش عايز التزم، احسن اصحابي يقولوا عليا ايه والناس يقولوا عليا ايه والمجتمع يبص لي ازاي، هو مات واتنسى والمجتمع بتاعه والعصر بتاعه والدوله بتاعته اتنست والكتب اللي ارخت للفتره بتاعته السوس كلها واتنست، وهو وقتها كان بيحسب ان يعني ياما هنا ياما هناك، يعني عمل حساب سنتين ثلاثه فوق التراب ونسي الاف السنين تحت التراب. لو انت جوه المقابر بقى ودخل قبر دخل جنازه فجاه، يا سلام، افتكر موت الفجاه. موت الفجاه ده عامل زي الكانسر كده يا اخوان، عامل زي السرطان. يا لو زرت مستشفى السرطان هتلاقي شاب وهتلاقي فتاه وهتلاقي كبير وهتلاقي صغير وهتلاقي سليم، يعني ما بيفرقش يا جماعه، بيجي للجميع، ما بيفرقش، هو الموت كده ما بيجيش بناء على مقاييس. وانت بقى جوه المقابر بص كده بقى على الدنيا من بره، بص على الامارات والعربيات وانت واقف جوه، يا الناس دي فعلا عقله، الناس دي فعلا بتفكر. بس بص على الدنيا من وانت قاعد في المقابر، روح يا ابني روح اقعد لك ساعه ساعتين، خد لك شريط عن الموت على الام بي 3 ولا على الشيخ المحمول الام بي 3 ولا على الموبايل بتاعك ولا كتاب عن الموت، روح يا ابني اقرا يا ابني. واخواني في الله ونتعظ يا اخواني في الله، زيارة المقابر بتوقظ القبور أيما يقظة، أيما يقظة، ده أمر حكم زيارة القبور سنة، يعني ملاش دعوة بالجنازة أصلا إنك تزورها، بل الإمام البيهقي في شعب الإيمان عد إن اتباع الجنائز وزيارة القبور كتبها في نفس الشعبة شعبة من شعب الإيمان. يا نهار أبيض، يعني أنا ديني ناقص من غير ما أزور المقابر؟ يعني قضية في غاية الخطورة يا جماعة، قضيه في صحيح مسلم السيده عائشه بتسال النبي يعني ان زارت المقابر تقول ايه، يعني لو راحت تزور المقابر تقول ايه، والنبي عليه الصلاه والسلام بيعلمها السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ما بقى في طبقيه بقى جوه، في مؤمن وفي مسلم، ده في فرق كبير جدا، يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين. يعني بيعلمها النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تقول في هذا الموقف. القضيه كبيره يا اخواني،
الأحداث اللي بتمر بها البلد أحداث خطيرة جدا وأحداث كبيرة جدا وفتن، يعني فتن للأسف الشديد. يعني قبل الحلقة بشوية يعني كنت بكلم شيخنا الشيخ مصطفى العدوي بيقول لي دي فتن، ويعني يعني كلمة فتن كده تحس إن هي طالعة فعلا، إحنا عايشين في فتن فعلا يا جماعة. وصدقوني والله صدقوني عايزين نبص بنظرة ربانية شوية، بنظرة ربانية للفتن اللي احنا فيها. مش كل حاجة اسباب يا اخوانا، لو بالاسباب كان زمان الوقت مبارك حاطط جزمته فوق رقابينا لسه. لو القضية بالاسباب يا اخوانا، الله سبحانه وتعالى قادر، الله كفى عنا اكبر بلطجي في البلد، مش هيكفي عنا البلطجية الصغيرين بتوعه، الله قادر يا اخوانا. بس احنا نصلح علاقتنا بالله، بس احنا نتوب الى الله. انا اتكلمت في الدرس ده النهارده كده ليه؟ زي سورة الروم يا جماعه، حصل حرب عالميه ما بين الفرس والروم، حصل حرب عالميه، ها القران قال ايه؟ غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يبقى في تعليق على الحدث، عرفنا الحدث، شفنا الحدث، ولكن باقي سورة الروم كلها بتتكلم عن اللي هو الدار الاخره. يعني ايه؟ ما ينفعش قاطره التربيه تقف وتتوقف لكل حدث واقعي. يبقى النهارده في حدث، والاسبوع اللي بعده، الاسبوع اللي بعده. يا اخواني ويا اخواتي في الله، لازم التربيه تعود من جديد. الصف السلفي الملتزم ده والصف الملتزم والدنيا كلها، التربيه دي هي الحل. اذا التزم على يديك رجل، فانت عبد صالح، واذا تربى على يديك رجل فانت ممن يغيرون التاريخ. لا تربية بدون زيارة القبور، عشان كده بتكلم عن زيارة القبور. لازم الإخوة الملتزمين والأخوات يفوقوا لقضية التربية دلوقتي، قضية إن الدين محتاجه يا إخوانا، إن كل واحد منكم مشروع ونواة بطل من الأبطال، كنز من الكنوز. أنت يا ابني كنز، بس أنت عايز بس تتسند على ما تطلع. محتاج يا ابني زيارة القبور النهاردة، حضور الدروس اللي عندك، سماع شوية شرايط، صحبة صالحة، تلاقي موجه يوجهك. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقيمك في الدين، بكرة تبقى راجل من الرجالة على صغر من الصغور، وانت تبقى بكرة بطلة من البطلات على صغر من الصغور. يا جماعة سيدنا يعقوب نظر حياته ل 12 واحد اللي هم ولاده، نبي من الانبياء ينظر حياته ل 12 واحد، وبقوا بني اسرائيل لحد الوقت لسه موجودين الامة دي، رغم انهم بعدوا على الدين، انما قوة دفع التربية بعد الاف السنين لسه الدولة موجودة لحد دلوقتي. التربية دي اخطر عملية بتتم على وجه الارض، اخطر وظيفة على وجه الارض وظيفة المربي. لازم التيار الملتزم يفوق لقضية التربية، لازم كل اخ وكل اخت وكل واحد وكل واحدة يفوق لقضية التربية. احنا محتاجين التربية. انا شايف ان من اخطر انواع الجهاد دلوقتي الجهاد التربوي. مصر اتفتحت، ايه قعدنا نجري نلف جامعات مصر من فوق لتحتها، ونلف مؤتمرات مصر من فوق لتحتها، تحضر المؤتمر ما انتش عارف تجيب اخر ناس يا رب، وكل دول خلق يا رب سبحان الله. وفي النهايه ايه؟ مين اللي يعمل يا اخوانا؟ لا الكل يقوم، الدنيا كلها ما هتمشيله كام. فلا بد من التربيه، لابد من بناء رجال، لابد من بناء ناس تشيل، لابد ان كل واحد منكم يعرف ان وراه رساله ومهمه، ولازم تتربى النهارده عشان بكره تبقى بطل. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى مؤمن، قال ياسين كان في اقصى المدينه بيتربى في بيتصل برب سبحانه وتعالى، لما نزل الواقع عمل بطوله ربنا خلدها في القران ليوم القيامه. لابد من التربيه. بتكلم عن تربيه، عن زياره القبور، اتكلمنا اول ثلث ساعه عن الاحداث اللي بتحصل، لان ما ينفعش ان نعزل عن الاحداث، ولازم نعلق عليها ولازم نتكلم فيها، ولكن ما ينفعش ان قاطره التربيه تتوقف ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الفتره الجايه نرجع تاني بقى لدروس التفسير والقران باذن الله، ونرجع تاني لدروس التربيه باذن الله، ونركز على الراغبين في الوصول الى الله باذن الله سبحانه وتعالى، لان دول باذن الله هم اهم حاجه، ودول هم الامل. انا مش عايز بقى اغادر مقامي قبل ان اذكركم بالصيام 13 و14 و15 امتى؟ النهارده السبت، بكره ايه؟ اليوم اللي احنا صابحين عليه ده الحد والاثنين والثلاث، هم دول 13 و14 و15، ثلاث ايام سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام نصومهم باذن الله. يعني بعد الحلقه بقى اللي هينام دلوقتي يتسحر الاول قبل ما ينام باذن الله سبحانه وتعالى، نتسحر عشان بكره الحد، حد واثنين وثلاث، 13 و14 و15، فكروا الناس كلها، ننشر العباده بقى، ونفتكر قول النبي عليه الصلاه والسلام: ثم يؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. الصيام حصن من الحصون اللي بتمنع من عذاب القبور، العباده حصون بتنجي من عذاب القبور. يبقى احنا نجتهد في العباده يا اخوانا، وما ننساش هذا الفضل العظيم ابدا. مصر في ابتلاءات وفتن،
انما حل الفتن ايه وحل الابتلاءات ايه؟ لما النبي لقى سراقه قدامه عمل ايه؟ مصيبه اكتر من اللي مصر كلها فيها، عمل ايه لما استكفى بالله، لما توسل الى الله ان ربنا يكفيه هذا الرجل، لما سيدنا يونس لقى نفسه في بطن حوت عمل ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عايزين مصر في بطن الفتنه دلوقتي تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لما سيده عائشه لقت حادثه الافك بيفترى عليها في عرضها قالت فصبر جميل والله المستعان. لما سيدنا ابراهيم لقى نفسه بيترمى في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخوانا دول الصالحين يا اخوانا. لما نلاقي مسبحه لشباب 15 و16 سنه والراجل اللي عنده 85 سنه عاملين هوا عليه في المستشفى اللي بتاعه وقاعدين يصرفوا عليه ملايين. الاكبر مجرم على ارض مصر فرعون مصر قاعدين ياكلوه ويشربوه ويحموه ويدافعوا عنه محاكمات وهميه على ما الشعب يزهق ويندم على اليوم اللي طلب فيه اصلاح. والشباب اللي عنده 16 سنه بيتذبح راجع يتدفن في ارضه مصر. عايزين سبحانه وتعالى وعايزين نستيقظ باذن الله سبحانه وتعالى. احداث خطيره ولكن لا مخرج منها الا بالتوبه الصادقه الحقيقيه. اللي ما عندوش الفهم ده يفتح بس المصحف على اي صفحه من الصفحات ويقرا صفحتين ثلاثه بقلب حاضر وهو هيوقن ان ده اول حل في المشكله اللي احنا فيها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم اغفر وارحم لشبابنا الذين قتلوا في بورسعيد يا رب العالمين. اللهم تب عليهم اللهم وسع مدخلهم انر قبورهم. اللهم يا ربنا اخلفهم في اهلهم. اللهم يا ربنا احفظ مصر من الفتن. اللهم يا ربنا انزل هدايتك على اهل مصر على شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاك الله خيرا.